إذا قال الإمام أو المأموم في سجوده سبحان ربي العظيم، وفي الركوع سبحان ربي الأعلى ناسيا وقد قام من الركن، فماذا يفعل؟ هل يسجد للسهو؟ إذا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود. نعم، هذا يلزمه سجود السهو لأنه ترك واجبا، أتى بقول مشروع في غير محل. إن كان قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم، فهذا يلزمه السجود لأنه ترك واجبا. أما إن كان قال سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى من باب النسيان أو الخطأ فلا بأس عليه ولا يلزمه السجود، لا يلزمه السجود إذا أتى بالواجب، أو قال سبحان ربي العظيم في السجود وأتى بقوله سبحان ربي الأعلى بعد ما فطن، ليس عليه سجود سهو لأنه أتى بالواجب. أما إذا اقتصر على قول سبحان ربي العظيم في السجود ولم يأتي بسبحان ربي الأعلى فيلزمه السجود، يجب عليه لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. نعم.